ديدوش مراد، العربي بن مهيدي، رابح بيطاط، مصطفى بن بولعيد، محمد بضياف، كريم بالقاسم. هؤلاء الزعماء فخر التاريخ غيروا مسار شعب كان تواقا للحرية والاستقلال. أعلنوها ثورة شعبية عارمة ضد أعتى قوة استعمارية آنذاك. عقد الستة أول اجتماع لهم في 10 أكتوبر عام 1954، وتوالت اللقاءات إلى غاية 25 أكتوبر العام نفسه في منزل المناضل مراد بوغشورة الذي كان يمتهن الخياطة في لابوينت بيسكاد المعروفة اليوم بالرئيس حميدو بالعاصمة. اتفقوا على تحديد يوم اندلاع الثورة التحريرية، وكان يوم الحسم، صياغة نداء أول نوفمبر بقلم الشهيد زدور محمد إبراهيم قاسم، وتعيين منسق بين الداخل والخارج. الزعماء الستة اتفقوا على التقسيم الإداري للبلاد وإطلاق اسم جبهة التحرير الوطني على الحركة السياسية للثورة، واسم جيش التحرير الوطني على الجناح العسكري، وتنظيم العمل المسلح وأولوية الداخل على الخارج. سيرا على الأقدام من لابوينت بيسكاد إلى غاية حي باب الواد، وقف الزعماء الستة أمام محل فوتوغرافي قرب قاعة الماجستيك الأطلس حاليا. اقترح الشهيد مصطفى بن بولعيد تخليد لقائهم الأخير بالتقاط صورة تذكارية قائلا لرفقائه: تعالوا نلتقط لنا صورة تبقى ذكرى وذاكرة، لأننا قد لا نلتقي مرة أخرى. هذه القرارات التاريخية كانت الأرضية الصلبة لاندلاع ثورة نوفمبر، أعظم ثورات القرن العشرين ونبراس التلقين معاني التضحية والشجاعة وحب الوطن.